مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي ميدان الشحانيه في هذا الصباح سن الثنايا وشعرات ابناء القبائل وعلى بركه الله ينطلق الشوط العاشر الخاص للقعدان الثنايا من مسافه السته كيلومترات نسير مع هذه الاسماء المنطلقه ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس نسير مع البداية مع قمران بشعار احمد بن حسن بن ناصر المهندي ينطلق مع اول الاسماء واول الشعارات ثاني الاسماء ثاني الاسماء وثاني الشعارات وصل القادم والمنطلق مع ثاني الاسماء وصل القادم البصير بشعار سعيد بن عبيد المري يتقدم مع ثاني الاسماء وثاني الشعارات ثالث الاسماء وصل القادم والمنطلق مع ثالث المراكز ثالث المراكز وصل القادم الذيب بشعار علي بن محسن بن علي بن ديلة المري يتقدم مع ثالث الأسماء وثالث الشعارات رابع المراكز وصل القادم والمنطلق على رابع المراكز ورابع التحديات مشاهدينا متابعينا الأعزاء وصلت الأسماء والشعارات وصل القادم مع رابع المراكز يزوم بشعار راشد بن عويضة بن قريعة الجابر المري يتقدم مع رابع الأسماء أو مع ثالث الأسماء رابع المراكز وصل القادم شهيب شعر عويضة بن بخيت بن عويضة بن هلال العذبة يتقدم مع رابع الأسماء خامس المراكز شهيب بشعار منصور بن محمد بن فراج العجمي يتقدم مع خامس الأسماء وأيضا وصل القدوم من قبل عناد بشعار ذياب بن قانب بن عبد الهادي الشهواني يتقدم مع خامس الأسماء هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والمندفعة ونعود إلى البداية إلى أول الأسماء وأول الشعارات قمران بشعار أحمد بن حسن بن ناصر المهندي يتقدم مع أول المراكز وأول التحديات وأول الاندفاعات ثاني الأسماء وصل القادم عناد بشعار ذياب بن قانب بن عبد الهادي الشهواني يتقدم مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات ثالث المراكز مهاجر يتقدم عبد الله بن دايل بسيف بن دايل النعيمي يقدم لنا مهاجر مع ثالث الأسماء وثالث الانطلاقات رابع المراكز رابع المراكز وصل القادم والمنطلق مع رابع الأسماء وصل المنطلق ختلان بشعر محمد بن مسهي بن محمد الإحبابي يتقدم مع ختلان مع رابع الأسماء خامس المراكز وصل القادم والمنطلق مع خامس الأسماء وخامس الشعارات من الجانب الآخر زيزون بشعر راشد بن حويضة بن قريع آل جابر المري يتقدم مع خامس الأسماء وخامس التحديات هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء نصل إلى منتصف المسافة ثلاثة كيلومترات تنقضي ويتبقى لنا ثلاثة كيلومترات أخيرة وخطيرة وقمران على البداية بشعر أحمد بن حسن بن ناصر المهندي يتقدم مع أول الأسماء وأول الانطلاقات ثانيا شعار الشهواني يتقدم مع ثاني الأسماء ويقدم لنا عناد الثياب بن قانب بن عبد الهادي بن علي الشهواني ومن الجانب الاخر تسلل الجذاب علي بن صالح بن محمد بن كخان النابت يتقدم مع ثالث الاسماء ووصل القادم وصل جور حمد بن محمد بن راشد المري من بدا يتسلل من مركز الى مركز وينطلق في ثاني الاسماء جور بشعار حمد بن محمد بن راشد المري يقير الى ثاني الاسماء ثالث المراكز عناد بشعار ذياب بن قانب بن عبد الهادي الشهواني وثالث المراكز
خدران بشعر محمد بن مسي بن محمد الاحبابي يتقدم مع ثالث الاسماء. رابع المراكز وصل القادم الجذاب علي بن صالح بن محمد بن كخان النابت، وخامس الاسماء شعر الشهواني يقدم لنا عناد مع خامس الاسماء ذياب بن قانب بن عبد الهادي الشهواني. ها هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الاعزاء عبر قناة الريان الفضائية الناقلة لاحداث وتحديات ومنافسات هذا الصباح ميدان الشحرية وشعارات ابناء القبائل وسن الثنايا سن الكبار. نعود مع البداية مع قمران احمد بن حسن بن ناصر المهندي يتقدم من بداية الانطلاق حتى هذه اللحظات وهو مسيطر تمام السيطرة على البداية على رأس حربة هذا الشوط. ثاني الاسماء القادم جور بشعار حمد بن محمد بن راشد المري يتقدم مع ثاني الاسماء وثاني الانطلاقات. ثالثا من الجانب الاخر خذلان بشعار محمد بن مسهي بن محمد الاحبابي يتقدم مع ثالث الاسماء وثالث الشعارات. رابع المراكز وصل الجذاب بشعار علي بن صالح بن محمد بن كخان النابت يتقدم مع ثالث الاسماء. رابع المراكز وصل القادم مشرف عبد الله بن ناصر بن سعيد العيدة واول نداء لمشرف من وصل على خامس المراكز، ولكن حصل تسلل على خامس المراكز من قبل طاقي حمد بن علي بن صالح بن جرحب. وصل بن جرحب بدا يتقدم مع طاقي مع خامس الاسماء وخامس الشعارات، ولكن اعود مع البداية اعود مع الصدارة اعود مع اللي غير وانطلق الى البداية. جور يتقدم جور مع اول الاسماء الكيلومتر الاخير الكيلو الخطير. جور حمد بن محمد بن راشد المري يتقدم مع اول الاسماء واول الشعارات. ثانيا ختلون محمد بن مسهي بن محمد الحبابي يتقدم مع ثاني الاسماء وثاني الشعارات. ثالثا الجذاب علي بن صالح بن محمد بن كخان النابت بن جرحب مع رابع الاسماء مع طاقي. طاقي قادم بشعار بن جرحب يتقدم المبتكر مع رابع الاسماء، ويقدم لنا طاقي حمد بن علي بن صالح بن جرحب المري. ولكن جور جور مع البداية جور مع الانطلاق الاول يتقدم حمد بن محمد بن راشد المري. طاقي مع ثاني الاسماء بن جرحب يتقدم مع طاقي حمد بن علي بن صالح بن جرحب المري. ثالث المراكز الجذاب علي بن صالح بن محمد بن كخان النابت. الله الله ثلاثي ذهبي الله الله. جور جور وطاقي وايضا الجذاب بن جرحب يتقدم مع طاقي، ويحاول اللحظات الاخيرة جور حمد بن محمد بن راشد المري وبن جرحب من الجانب الاخر والجذاب بشعار علي بن صالح بن كخان النابت. ولكن جور الجذاب وايضا طاقي، ولكن جور 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 مع الفوز مع الانتصار. جور يتقدم بشعار حمد بن محمد بن راشد المري. تهانينا وناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار ولحظة وصول جور الى خط النهاية. حمد بن محمد بن راشد المري ثاني الاسماء، الجذاب بشعار علي بن صالح بن محمد بن كخان النابت، وثالث المراكز طاقي بشعار حمد بن علي بن صالح بن جرحب المري، ورابع المراكز مشرب بشعار عبد الله بن ناصر بن سعيد العيدة، وخامس المراكز ختلان بشعار محمد بن مسهي بن محمد الاحبابي. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، هكذا هي التحديات والمنافسات على ارضية ميدان التحدي. تهانينا والناموس لمالك جور، والتوقيت الزمني 9:26 بدون اي اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك جور حمد بن محمد بن راشد المري. ثاني الاسماء الجذاب، والتوقيت الزمني 9:26:22 من الثانية. تهانينا والناموس لعلي بن صالح بن محمد بن كخان النابت، وخامس او ثالث المراكز وصل شعار بن جرحب، والتوقيت الزمني 9:26:84 تهانينا والناموس لحمد بن علي بن صالح بن جرحب المري، فتهانينا والناموس للجميع.